مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلوسي ان بتبيع. قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناة، تمسكم اخبار تونس لحظة بلحظة. صرح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على قناة الواقع التونسي باليوتيوب بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيسقط في الأيام القليلة القادمة. سيف الدين مخلوف تحدث أنه رئيس الجمهورية معناه عنده أكثر من عام ونص ملي استحوذ معناه على السلطة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ولا معناه منفرد ومنعزل بالسلطة متاعه، وهو الوحيد اللي يحكم وبقى مغلق معناه في الدولة، وما ثماش انفتاح معناه على دول أجنبية وتبادل ثقافات وتبادل برشا حاجات معناه في الصناعة وفي برشا حاجات للمحمد رسول الله. وقال ذا شيء معناه باش يأثر بدرجة كبيرة ياسر، وديجا أثر في الفترة هذه على المواد الغذائية والمواد الحيوية بصفة عامة مع المواد الأساسية. وقال تونس مش تتحول إلى الخراب ولا شك في ذلك مدام قيس سعيد مازال يحكم وحده. حاسيلو برشا تفاصيل اللي حاب يتفرج في الفيديو متاع سيف الدين مخلوف، خلوكم في أول تعليق ولا في وصف الفيديو هذا، خاطر برشا عباد يقولوا لي المصادر نتاعك ديما غالطة وتكذب وكذا. بون من اليوم شو قالوا نخليو المصدر ديما، تدخل الموقع نتاعنا misahawi.xyz وكيك تلقاو المصدر. جيست نوصل في معلومة مش العباد تعرف شنو اللي قاعد يصير معنا في السياسة بتونس ككل. حاسيلو الكلمة الأخيرة عندكم انتم، ما تنساوش تزور الموقع نتاعنا كما قلت لكم misahawi.xyz لو كان تحب تكتب على جوجل، ولا تحب تدخل من الوصف نتاع الفيديو ولا في اول كومنتير نخلي لكم الرابط، تضغط عليه تعدل الموقع نتاعنا تلقاو الفيديو نتاع سيف الدين مخلوف وشنو يحكي على رئيس الجمهوريه. حسي الكلمه الاخر عندكم انتم، كما قلنا هكا وصلنا الى نهايه الموضوع.